صار مجموعة من الناشطين في محافظة ذي قار عبروا عن رفضهم لقرار توزيع العدس من خلال نثره أمام مكتب مجلس النواب في مدينة الناصرية. فلنشاهد. السلام عليكم، احنا الآن أمام مجلس النواب، ناشطي ذي قار وشرفاء ذي قار وكل أحرار ذي قار. احنا كناس أحرار نرفض جايبي لي نص كيلو عدس يا مجلس النواب. صاركم سنة انجاز واحد معكم انجازين بس سويتون الكم الغاء البوبجي وتغيير النشيد الوطني، لكن واضح هذا جايب لي عدسات هذا امام مكتب مجلس النواب. جينا هاي كميتي وكميه اطفالنا عائلتنا امام مجلس النواب. جينا نرفضهن. هاي من عندي ومن الشباب الى مجلس النواب. انتم بتعبون وعندكم جهد ليلي وما عدتم وتعبانين على الوطن، احنا الحمد لله عايشين. انتم بخطيه علي يمن، سمعنا بوجدي يقول علي يمن يا شعب قضيتها تلوم. اي الما يفهم احساسك لا تلومه. لومه شايب ينتظر يطوننا بيوت. اي قاعد على الرصي في قضي يومه، خبر عاجل اجى الكميه عدسات استلمها وغسل ايده من الحب. الله ها سمعوا والله عيب بالقران عيب يا مجلس النواب. الناس انتخبتكم سنه والتغيير وكله تحجب النزاهه. هاي جايبي العدسات. هاي خليني اكتب هاي العباره. ايه جايكتب سيد جاسم امام مكتب مجلس النواب في ذي قار، جبنا العدس ورجعناه لكم. الله وكيلكم ذبيناهن باب المكتب مالكم.